السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة الرابعة. اليوم محاضرة جديدة في مادة كمبيوتر كنترول. عندنا موضوع اليوم هو الترانسفير فانكشن الموجود في منظمتكم صفحة 9. طلعوا لي المنظمة صفحة 9 وخلي نبدي نشرح موضوع دالة الانتقال. قبل ما نبدي الموضوع هم ورقة وقلم مثل ما علمتكم يمكم كتبون هذه الملاحظات الماخذيها قبل. الجهد يعني الفولتية على المتسعة يعني الكباسيتر اللي نسميه في سي، لازم تحفظوه انه يساوينا 1 على سي تكامل التيار المتسعة اي سي بالنسبة للزمن دي تي مع التكامل تعرفوا. الجهد على الملف في ال يساوي ال تكامل اي ال تي دي تي. هذا القانونين تحفظوهن بعد شوية ومحاضرات قادمة ناخذ امثلة من نعوض. ما تقولوا مين جني هذه عندكم، تسجلوهن هذه الملاحظات. طيب الموضوع الموجود عندكم صفحة 9 بالملزمة transfer function of the system للنظام او اللي يسموه دالة الانتقال is defined as the ratio، يعرفوه انه هو نسبة ratio يعني خط كسر نسبة، هاي يسموه نسبة of the Laplace transform. موضوع اللابلاس ماخذوه بالرياضيات، موضوع اللابلاس ماخذوه بالرياضيات، راجعوا رياضياتكم شوفوا شنو لابلاس ترانسفورم اوف ذا اوتبوت اند ذا انبوت. يعني شوفوا بالاس، هذه اس هذه اس هذه اس، واللابلاس هي عمليه تحويل من التايم دومين الى الفريكوانسي دومين، لان عندي معادلات تفاضليه صعبه فاحولها اللابلاس حتى تصير سهله واحلها. فيقول اذا هو لابلاس الخرج على الدخل، و سيمبوليكلي يعني بالرموز يقول اف اذا عندي ار اوف تي، شوفوا هذه ار اوف تي، ار سمول اوف تي للزمن، دخلت الى منظومه اسمها جي اوف تي تطلع لي سي اوف تي. الار معناه الريفرنس اللي هو الدخل، والسي معناه الكنترول يعني اللي صار بيها تحكم كنترول. يقول وكاتب الريفرنس هي الار and the ad ال controlled يعني حرف السي outputs respectively يعني بالتعاقب. ال RT هو الريفرنس وال CT هي control. يقول and if يعني اذا R capital، شوف الفرق، هذا R small R capital، وال T تحول ال S وال C capital تحول S، are their Laplace transform يعني لابلاس مالتهم، لابلاس مال ار تي هي ار اس، لابلاس مال سي اوف تي هي سي اوف اس. يقول then the transfer function اللي نسميه جي اوف اس given by، هذا هو الترانسفير فانكشن جي اوف اس يساوي سي اوف اس على ار اوف اس. هذه جي اوف اس هي اللي هنا تساوي لنا سي اوف اس الخرج على ار اوف اس الدخل. initial condition يساوي صفر يعني الشروط الابتدائيه تساوي صفر. وقال لك وير، هاي علامه اللابلاس، لابلاس مال سي اوف تي يسموه سي اوف اس، لابلاس مال ار اوف تي يسموه ار اوف اس. ويقول دايجرامتيكلي يعني بالرسوم ات كان بي ريبريزنتد باي فيجر 2.1، يقول نقدر نرسمها بالشكل 2.1 راح يبين لي هذا هو الانبوت والاوتبوت لابلاس. نعيد ترانسفير فانكشن جي اوف اس على سي اوف اس، هذا جي اوف اس اللي يساوي لنا سي اوف اس على ار اوف اس الخرج على الدخل، حفظوا بس بالاس لان اعطيك بالتي تحول يا للاس. راح ناخذ اكزامبل 2.7 الموجود عندكم صفحه 11. 2.7 موجود عندكم صفحه 10 و11 يعني الحل مالته صفحة 10 وصفحة 11. يقول find the transfer function of the simple LCR circuit given in figure 2.2.
يقول طلع لي دالة الانتقال لهذا الشكل 2-2، الدائرة بسيطة مكونة متسعة وملف ومقاومة، وكاتب لك سيركت يعني دائرة واكزامبل 2-7. هذا الرسم مال هذا المثال، هذا الار وهذا ال وهذا سي وهذا الاي سمول اي يعني فولتية بين هاي النقطة وهاي النقطة فولتية الدخل انبوت، وهذا الاي او فولتية الخارج الاوتبوت. يقول سوليوشن حل باستخدام كيرشوف فولتج لاو، قانون كيرشوف للفولتيات. احنا عندنا قانونين الكيرشوف، واحد للفولتيات واحد للتيارات. الفولتيات احنا نقول الجهد الصاعد يعني جهد الدخل يساوي جهد الهابط اللي يهبط على هذه وهذه وهذه، او نقدر نقول بصيغه اخرى المجموع الجبري للجهود حول حلقه مغلقه يساوي صفر. هنا شو يسوي؟ قال لك الجهد بين اي اي هذا الجهد الدخل شو يساوي لنا؟ يساوي لنا ال هذا الملف دي اي على دي تي، يعني تغير بالتيار بالنسبه للزمن في المقاومه يعني الفولتيه على الملف هذا. ار اي يعني التيار اللي مر منه انا بالمقاومه يسموه فولتيه، زائد تكامل اي دي تي على سي اللي هو واحد على سي تكامل اي دي تي هي الفولتيه الموجوده بين هذه وهذه. اذا المعادله الاولى يمثل لي الفولتيه بين هاي وهاي يساوي الفولتيه هنا زائد الفولتيه هنا زائد الفولتيه هنا. اما الاي او اللي فولتيه الخرج هو على التوازي، الفولتيات على التوازي متساويات، هي الفولتيه اللي على المتسعه باع هذا متسع، الفولتيه على المتسعه هي نفسها باعها تكامل اي دي تي يعني هو واحد على سي. يقول تيكينج لابلاس ترانسفورم، اخذ لابلاس لهذه لان هذه كلها بالتي اوف بوث ايكويشن، طرفين معادله واحد طرفين معادله اثنين. يقول راح يصير عندي المعادله التاليه، الاي سمول صار اي كابيتال اي صار وياها اس لان سوينا لابلاس، وصار عندي يساوينا ال ال هاي كلها دي اي على دي تي نحوله يصير اس لابلاس الار، وطبعا الاي مشتركه هنا اكو اي وهنا اكو اي وهنا اكو اي تطلع اي اوف اس مشتركه، وهذه ار وهذه واحد على سي اس. باع اللابلاس الملف ال اس، لابلاس المتسعه واحد على سي اس. شوفوا وهذا بي اي وهذا بي اي وهذا بي اي خذ عن مشترك، بينما الاي او الاي او اس شي يساوي انه واحد على سي اوف اس اللي هو ال واحد على سي اس اي اس اللي هو على المتسعه فقط. يقول ديفايدنج ايكويشن بتقسيم هذه المعادله على هذه المعادله، ليش قسمناها؟ لان قلنا الخرج على الدخل، الخرج على الدخل ينطيني الترانسفير فانكشن اللي خاصه بيه. فنشوف انه الاي او اس على اي اي اوف اس يسموه جي اوف اس، من نقسم من ناخذ عامل مشترك راح يطلع لي واحد على اس تربيع ال سي زائد اس ار سي زائد واحد، وهذا الواحد لو اجينا هنا قلنا الاوميجا ان يساوي لنا واحد على جذر ال سي، والار سي سميناه تاو، يعني هذا الار سي نخلي مكانه تاو تي سمول، هذا سميه تي سمول، بينما الاوميجا ان واحد على جذر ال سي راح هذا الاوميجا ان تربيع نعوض بهالمعادلات الرياضيه، وراح يبين عندي هذا هو صار اللابلاس مالت المساله هذه. راح ناخذ امثله اخرى ونشوف الموضوع يتبسط عندنا شويه شويه لموضوع الترانسفير فانكشن. الان راح ننتقل الى المثال 2-8 صفحة 11 نشرح لكم اياه، لكن راح اجزئ الفيديو تقريبا كل 10 دقائق اخليه سوى حتى يكون تحميله سهل بالنسبة لكم. هذه المادة تحتاج ايضا مراجعة من عندك، وراح اعرض لك فيديوهات تعليمية اخرى تستفاد من عندها، واذا عندك اي سؤال خلي عليه اشارة من تجي للعمل يوم الاثنين تقدر تسألني بهم، وان شاء الله تفهموها، ونتمنى لكم التوفيق جميعاً.